على كل مسلم في هذا البلد من بلاد المسلمين وفي غيره أن يعرف قدر هذه النعم وأن يكون عاقلا، عليه ألا يكون أحمق ولا سفيها ولا جاهلا، لأن الأحمق والسفيه والجاهل هو الذي لا يعرف قدر النعمة إلا بعد سلبها ويندم على ذلك ولا تحين مندم، ولن يعيد الندم شيئا زال وسلب. فعلى كل مسلم متاه الله تبارك وتعالى في هذه الأرض الطيبة في هذا الوطن حفظه الله رب العالمين وجميع بلاد المسلمين، على كل مسلم يتمتع بالأمن والأمان في هذا الوطن أن يتقي الله رب العالمين في هذه النعمة، وألا يعبث بأمنه، وألا يعرضه للفوضى والاختلال، وألا يطيع في ذلك أحدا من شياطين الإنس والجن الذين ينعقون بكل سبيل ويدعون الناس إلى إشعال نار الفوضى في البلاد.